الصقر راح والصقر جه بلا صقر ده يا رش. يعني انت فاهم انت بس فانا عايز العب فانا ايه ماتش ايه احتياطي العب يا عم الصقر. الماتش التاني الصقر بيلعب وانا احتياطي فرجنا يا عم الصقر. ما هو انا عايزين برضو بقى نشوف بقى الصقر ده لحد ما الصقر نزل ماتش هو ايه كتر خيره طبعا خد له كارت احمر وخد له 4 ماتشات واقف ولا 6 ماتشات بقيت بستغرب بقى في عيبي الصقر اتوقف الصقر اتوقف مين هيلعب؟ الكوتة ما هو مفيش الصقر فيه الكوتة نزلت بقى الحمد لله ربنا كرمني من اول ماتش بقيت اعمل كده جون اعمل كده جون اعمل كده جون رجع بقى الصقر من الايقاف يا عدو الكوتة لا خلاص اتثبت خلاص يرمونا احنا الاثنين في الملعب نزل الصقر جنب ده انا من جوه وحش.